انا هروش امك للصبح. مش انت قطه الشقه؟ عارفه انت لو مش قطه انا كنت علقت كده وعزبت كل يوم. بس الحاجه انا عايز ميكس. لا ما انزل فين؟ انا رمضان كله ما شفتكش ومش عايز اشوفك. اقعد ساكت. انا هجيب ورا منك انت من ماتش كوره. يلا انت نسيت انا كنت بتاخد عينك؟ ده انا اخر مره دخلت القبيله جاي فيك سبعه. ما تستهبلش يا عم. ماشي امين. هشوف بس ابويا هيرضى ينزلنا ولا لا. ولو بقول لك ايه، بس لو كسبنا قسما بالله هتيجي تحور عليا وتقول لي لا مش هدفع وانت اللي هتشيل. مش انت اللي هيخسر هيشيل. تمام عشان ما تجيبش ورا. فول يا باشا. حضرتك انا انت مستعف القبيله بتاعت سبعه. ايه حوار القبيله وسبعه؟ لا ده حوار بيننا كده يعني. اللي بيجيب سبعه جون في التاني بيبقى مدخلينه القبيله. حوار كده بفهمك بعدين. كلام جميل. طب بقول لك اقعد بالبحر بما ان احنا فطرنا خلاص وقعدنا رايقين. هتيجي دخلك القبيله. الله ده بابا شبح بقى على كده. طب تمام يا حاج. ماشي موافق. بس على كام؟ على كام ايه يا كلب البحر؟ بتلعب قمار يلا؟ لا قمار يا حاج تغريف ده ولا ايه؟ هو احنا كده اللي بيخسر بيشيل يعني مش حاجه عاديه يعني حاجه مش قمار. ماشي مش قمار. حلو ده. بس بقول لك ايه؟ هلعبك وهطلب اللي انا عايزه واللي يخسر هو اللي يشيل. فل؟ وحضرتك جايب الثقه دي؟ انت جبت بلاي ستيشن وانا ما اعرفش. كنت لسه بنلعب عمك حنفيه من شويه جايب بلاي ستيشن جديد. بسم الله ما شاء الله على ابوك. مش هيقول واحد و20 اتنين. تاريخ ميلادك ده يا حاج ولا ايه؟ يعني ازاي 21 2؟ هو ما بيعرفش يلعب. لا مش مشكلتنا بقى. المهم ان انا جبت فيه واحد. بقول لك ايه يعني؟ الكلام مش بفلوس. تيجي تلعبني وارض الكتار هي اللي تثبت. فل؟ وانا اللي كنت خايف لو ترفض ان انا انزل العب معاك. تعالى يا حاج يلا. بس بقول لك ايه؟ هطلب اللي انا عايزه. حلو وانا كمان هطلب اللي انا عايزه. احب فيك روح المنافسه. يلا بينا. فاصل. اسمع كلام هقوله ده. اسمع كلام حبوك كويس جدا عشان ينفعك. الايفون في الطريق. خلص مكسرات كوسام. طيبين وخلاص فاضل على العيد 8 ايام تقريبا. اخر 8 حلقات هنعمل فيهم تعديل بسيط. بما ان الحمد لله اول واحد كسب في الحلقه تقريبا 15 او مش فاكر ما علينا. باذن الله كل اللي مستني الحلقات 8 حلقات الجايين على الايفون اللي فاضل هنعمل تعديل بسيط عشان الحلقه لا بتنزل في ميعادها ولا النت مساعدنا. وكلب البحر اللي جوه ده مش في دماغه اصلا. انا قلت احرق لكم باذن الله. هتلاقوا المقدمه دي في كل 8 فيديوهات الجايين ان شاء الله. الايفون ان شاء الله المسابقه بتاعته تبقى في الحلقه 30 اللي هي اخر يوم في رمضان ان شاء الله. وحد يقول بقى ان انا حرقتكم. تمام يلا يا غد. احلى مسا من حجوك. نورت البلاي ستيشن يا حجوك. يلا هو ايه اللي حضرتك لابسه هنا ده؟ عشان الزمالك يلا في ايه؟ احنا فخري. لا ده اظبط. انا هظبطك بالزمالك دلوقتي. حلو ده والله. عشان الزمالك انت حضرتك جاي تلعب بالزمالك هنا؟ ايه ده؟ ومفيش الزمالك هنا ولا ايه؟ انتوا جايبيني على الفاضي؟ انت بجد هتلعبني بلاي ستيشن بالزمالك؟ انا هلعب ليفربول. العب حضرتك عايز ان شاء الله هتلعب بامبي بقى. ايوه فكره. يلا هات الزمالك. براحتك يا حاج. نقول لي الدراع تلعب بالزمالك قصاد ليفربول. صوت النبي. 21 2 ها؟ خليه يحقق الحاج حاجه. ايه الارقام؟ ايه الفرقتين مش راكبين على بعض؟ يلا يا حاج. طب الصلاة على النبي كده قبل ما نبدا اطلب لي حاجة. يا مالا حرارة الزمالك. احنا لسه بدأنا الماتش. اطلب يا حاج اطلب. اطلب منين؟ شايف الزر اللي جنب حضرتك ده؟ دوس عليه وواحد هيجي دلوقتي. لا والله. انت في نيروبيا. ده حلو قوي ده. خلاص يا حاج خلاص. هي رنة واحدة هيجي. مين اللي بيرن الجرس كده؟ لا معرفكش. طب بتبيع لقب البحر؟ هو بيزعل. ايه هو جرس بيتكم يا حبيبي؟ فيه احمد قصر بقى من الاخر. وشوف الحاج. الحاج ابويا يشرب ايه؟ الحاج. طب ما تقول الحاج تشرب ايه يا حاج؟ جبار. هات اغلى حاجه عندك. اغلى حاجه؟ طب يا احمد هات وبسرعه بقى عشان شويه كده هتلاقي اصلا المنيو كله نازل. اتفضل انت. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. ابدا يا باشا. ابدا يا حاج. حظ مبتدئين حاجة. ماشي ود. ما عارف انت حظ المبتدئين ده. مشيها مشيها. في اول خمس دقايق يا حاج ابدا. انا عارف انا اسمي ايه. ولا اطلبوا يلا. انا هطلب شيشه. شيشه شيشه انا شيشه يا بابا. ما هو شيشه. اخلاقك باظت حضرتك. انا في السايبر. سايبر ها؟ هو ده بقى المكان اللي انت بتصيح فيه وكنت منه من دروس وتيجي هنا صح؟ ايه اللي خلاني اجيب؟ لا يا حاج ده لسه عارفه من يومين. ها؟ يلا استنى انا هجيب لك جرس وهطلب لك انا. لا
بقول لك يا ابو حميد، عايزين بقى شيشه الحاج، ها روق له الشيشه كده مخصوص من عينيا يا حاج. اجيب لك الشيشه اللي انت عايزها، نفس الشيشه بتاع ماشي. اتفضل انت، اتفضل انت حبيبي. هو قصدي يا بابا الشيشه بتاع عيدكم، اللي هو اصلا يعني هو فاهم في شيشه مخصوص للمكان كله بتنزل، بس طبعا كل ما بيجي يكلمني في الموضوع ده انا برفض طبعا عشان بقول له الصحه والدنيا دي. ف لا حد لا ماشي، هعمل نفسي مصدق. عدوا اللي هنا بيتي لمنا حيط امك. ماشي شيشه دي ليه؟ شيشه يا اسود. اه تمام للحاج، تمام ماشي. اكيد انت مش هتشرب الشيشه هنا اكيد يعني. الموضوع افور. ها نزلها قبل بقى. ولا ولا انت بتقعني بتقع ابو حيوان في بودي لعبه. انا اسف والله ما هكعبلك يا نهار اسود. وبعدين ايه الحل الحكم بيقول ده؟ المفروض ضربه جزاء اصلا. ضربه جزاء حاجه من نص الملعب. ماشي يا اخويا هنشوف العبره في النهايه. اتفرج. كمل حاجه ما تخش الموضوع على اعصابك كده يا حاج، خليك كده ايه عندك برود اعصاب عشان في موضوع زي ده بيأثر. وبتلعب بالزمالك، شوف الاثنين تقصد بالزمالك. يلا لا خالص، ليفربول بتلعب بالزمالك. مستني يا حاج، كمل كمل كده. شوف الاول تمام. تحب تطلب حاجه تاني ولا نكمل الشوط اللي بعديه؟ العب بس يا حاج، انت هتتنفخ النهارده يا حاج. لا ما هو واضح يا حاج، انا قلت استريح شويه وبعد كده ننزل الشوط التاني. بقول لك ايه، خد سؤال النهارده تيجي تزنقني انت حضرتك في الحاجات اللي زي دي. اتفضل قول. اكيد يخص الكوره. اه يا اخويا يخص الكوره، ونفسي تجاوبه غلط. قول لي ايه هو افضل نادي في افريقيا؟ ها طب ليه محتاجه السؤال دي؟ اكيد طبعا. ها قول. تقريبا الزمالك صح؟ انا ما اعرفش ما اعرفش. ايوه الافضل كده ما اعرفش بقى ما اتعلم. النعم خم انت هتقع متفق مع الحكم. يلا اه حكام هنا برضو بين الزمالك وليفربول زي الاهلي. ها انت بتعمل حاجه بدنا جرس ليه؟ ما احنا في الشيشه موجوده و500 حاجه موجوده. اي مساعده؟ اه يا حبيبي في مساعده ظهرت. تعالى كده يساعدك. خليك خش يا مساعد. انت بس الباب ده بص عايزك ايه؟ ما بجهبهم ما بيهدوش. بص عايزك بقى ايه؟ تعالى بص بمسك. يلا معايا واحده. يلا كمل كمل البحر انا هظبطك. حسابك في 10 0 كمان شوط تاني. معلش يا مو بس الدراع كان بايظ. يلا في البعيده بقى ارتو في دب اللعيبه ده. انت شفت عين انت هتقطع. يلا خش يا باشا تاني انا عايزك تعديه. لا والله دي 81. استمر يا حاج استمر. كل حاجه بالصبر ابني، خبره سنيني والعمر اللي انا فيه ده علمتني كل حاجه بتحصل بالصبر. يخرب بيتك. لا انت شكلك كده انت بص انت كنت جاي 10. ايه اللي حصل؟ انت وشك اطلع بره اطلع بره. يلا بس احنا كده الماتش خلص يا حاج. اتفضل بقى حاسب وحصلنا على العربيه. يا راجل انا اللي حاسب؟ يلا حبيبي يا بابا يلا يلا انا هتكل على الله انا اللي هسبقك بقى العربيه. وانت لو حاسبت يعني بقى تعالي لي، ولو اتاخرت عليا 5 دقايق انا هاخد العربيه واروح. السلام عليكم. حضرتك انا اللي كسبت، احنا مش متفقين؟ يلا حبيبي ده ماتش. يلا يلا بقدر استنى قسما بالله معايا جنيه. حاسب ايه ده احنا طالبين المنيو كل ده يا بابا. طيبين رمضان كريم وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم وتحققوا اللي نفسكم فيه. المسابقه بتاعت السنه دي باذن الله هي زي 2021 زي عروستي، فالاسئله باذن الله السنه دي هتبقى ميكس بين 2021 و2024 باذن الله. هتبقى اسئله دينيه اسئله تاريخيه اسئله عامه وان شاء الله الحلقه هتبقى ثابته كل يوم باذن الله. واول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي باذن الله هيكسب، يا اما هتلعب 2017 يا اما مش. الناس كانت بتسال تقول الايفون السنه دي المفروض هيسلم ازاي؟ ان شاء الله ال 30 حلقه هيكون في منهم حلقتين، يا اما بقى مثلا اول حلقه اخر حلقه حلقه ال 20 ال 15 هتلاقي باذن الله البيج بتاع الكاسر ده هو المفروض الاي كيبل دي هتظهر لمده سنتين في اي حلقه. الحلقه اللي هتظهر فيها دي لمده سنتين
وانت تاخد بالك منها يبقى باذن الله دي الحلقه اللي انت المفروض ده هتجاوب فيها بسرعه ان هي دي الحلقه اللي هتسلم فيها ايفون. هو باذن الله هيبقوا حلقتين وباقي الحلقات كلها هيبقى دايما كويسر ومباشر. وان شاء الله باذن الله اول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي هيتاخد سكرين شوت للتعليق بتاعه وهينزل ثاني يوم في الحلقه اللي بعدها وهيكون في الستوري على الانستجرام. واي حد ان شاء الله عايز يعرف تفاصيل اوضح من المسابقه بالظبط هتلاقيه منزلها في الستوري على الانستجرام. بس كده يا ميكسات وان شاء الله في الساعه السابعه عليكم رمضان كريم وسلام طيب.